الوصل يستمر والانطلاقات تستمر على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات. ثاني أشواط الانتاج للإبكار المهجنات الأصايل اللقاية شعارات أبناء القبائل الحاضرة على أرضية هذا الميدان مؤكدة دائما التألق والإثارة في حضور هذه الأسماء. نسير إلى المراكز الأولى، أندفع مباشرة إلى قمة مسار هذا الشوط. المركز الأول غبة على المركز الأول حمدان بن أحمد بن سعيد بن منانة الكتبي، من يتقدم مقدما غبة في أول الأسماء الباحثة عن ناموس هذا الشوط. منصور القادم على المركز الثاني، حمد بن خويتم بن بخيت العامري القادم على المركز الثاني، والمركز الثالث تذكار أحمد بن محمد بن غنام الهاملي يقدم تذكار على المركز الرابع والمركز الخامس. الشعار الأولمبي القادم في هذه اللحظات شويليح بن حمد. حبوبة القادمة في هذه اللحظات شليويح بن حمد بن شليويح العامري، من يتقدم هنا ويقدم حبوبة على المركز الرابع والمركز الخامس. قادمة مياسة بشعار مكتوم بن الشيبة السبوسي على المركز الخامس مباشرة إلى سادس المراكز. دلال القادمة دلال ناصر بن حمودة بن حمد العفاري قادما مقدما دلال على المركز السادس والمركز السابع. هذه مطيلة قادمة، محمد بن حليس بن راشد بن حليس الكتبي يقدم مطيلة على المركز السابع والمركز الثامن. وصلت أفعال تقدمت بشعار محمد بن مطر بن محمد بن دحروي العامري على المركز الثامن. تاسع مراكزنا قادم طرابلس أحمد بن خليفة بن زهرة الخيلي القادم على المركز التاسع والمركز العاشر. شعاري منصور بن سعيد بن منانة الكتبي القادم في عاشر المراكز مقدما انطلاقاته وتحديات القادمة. رجوة هنا في هذه اللحظات، هكذا هي النتيجة، هكذا هي العشر الأولى المنطلقة في هذه اللحظات. لحظات ما بعد اندفاعات هذه الأسماء بحثا عن ناموس أشواط الإنتاج والمنتجين المهجنات الأصايل سن المفاجآت. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة. منصورة منصورة تبغي أحلى صورة. حمد بن خويتم بن مخيت العامري يتقدم على المركز الأول مقدما منصورة. تذكار قادمة من مدينة محمد بن زايد بشعار أحمد بن محمد بن غانم الهاملي. شوف القادمة حبوبة حبوبة نوعيات فريدة قادمة بشعار الأولمبي شليويح بن حمد بن شليويح العامري القادم في هذه اللحظات. شعار مكتوم بن الشيبة الشبوسي مقدما مياسة المركز الخامس. نتابع غبة قادمة، يا سلام يا سلام يا سلام. حمدان بن أحمد بن سعيد بن منانة من يقدم غبة، هو بن زهرة والنايفة ما شاء الله تنادي دائما انتصارات. هذا الشعار طرابلس أحمد بن خليفة بن زهرة الخيلي قادما مقدما من طرابلس. شوف الاسم القادم في المركز الخامس. هذه اللي وصلتنا تقدمت أقدار أقدار هزاع بن سعيد بن هزاع بن سالمين الكلباني مقدما أقدار. أول ندى لأقدار أفعالي بن دحروي قادم محمد بن مطر بن دحروي العامري ما شاء الله. نتابع الأسماء رجوة رجوة هنا القادمة بشعار منصور بن سعيد بن منانة الكتبي القادم مع رجوة قادمة بأمال زعبيل. لحظات النهائية الكل يترقبها في هذه اللحظات.
لانطلاقة وتحديات هذه الأسماء. شراب حمد بن سعيد بن محمد بن زهرة الخيل القادم والمركز العاشر. شوف القادمة أول ندى للعين خليل بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي قادما مقدما العين. الأسماء القادمة الشعارات القادمة بروق تركي بن حمادة بن عايض هنا الرشيدي قادما الكيلومتر الأخير الكيلو الخطير. أعود إلى الصدارة مياسة مياسة غيرت على المركز الأول مكتوم بن الشيبة السبوسي هنا من يقدم مياسة على المركز الأول قادم أفعال بأفعالي مرغم بأفعالي هذا الشعار محمد بن مطر بن دحروي العامري. والمركز الثالث شعار شليويح بن حمد بن شليويح العامري قادما مع حبوب وصلت بروق هنا القادم في هذه اللحظات مع بروق تركي بن حمادة بن عايض الرشيدي. تركي بن حمادة قادم الرشيدي في هذه اللحظات ما شاء الله لحظات أخيرة أول انطلاقات الانتاج المهجنات الإبكار لمن من هذه الأسماء بن دحروي بن دحروي أفعال على المركز الأول محمد بن مطر بن دحروي العمري يتقدم قادما من مرغم ما شاء الله روحوا هالمرغم وقعوا هالمرغم مع حضور هذه الأسماء أول انطلاقات الإنتاج المهجنات اللقاية يذهب إلى أفعال أفعالي مرغم أفعالي بن دحروي. سلام سلام لمطر بن دحروي العامري داعم هذا الشعار تهانينا وناموس لمحمد بن مطر بن دحروي العامري على فوز أفعال بالمركز الأول. المركز الثاني بروق لتركي بن حماد بن عايض بن عوض الرشيدي. المركز الثالث حبوبة لشليويح بن حمد بن شليويح العامري. المركز الرابع شعار اللي وصلتنا مياسة مكتوم بن الشيبة السبوسي. مركز الخامس سرابة لحمد بن سعيد بن محمد بن زهرة الخيلي. هكذا هي النتيجة هكذا هو التحدي والانطلاق في اللحظات الأخيرة. قدمت أفعال بشعار بن دحروي مقدمة هذه الهدية مع انطلاقة أشواط الانتاج خاطفة هذا الشوط قاطع الخمسة كيلومترات سبع دقائق واحد وثلاثين تسع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك أفعال محمد بن مطر بن محمد بن دحروي العامري. المركز الثاني نتابع المركز الثاني سبع دقائق 34 تسع أجزاء من الثانية بروق لتركي بن حماد بن عايض العوض الرشيدي اللي وصلتنا على المركز الثاني سبع دقائق 34 تسع أجزاء من الثانية. المركز الثالث حبوبة سبع دقائق 35 تسع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لشليويح بن حمد بن شليويح العامري. تهانينا والناموس للجميع. مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل ها هي الانطلاقه هنا لشوط اخر من اشواط التحدي من اشواط الاثاره ارضيه هذا الميدان وانطلاقه شوطنا السادس عشر الخاص باللقايه القعدان المحليات